انت الشخص الوحيد اللي انا بثق فيه دلوقتي. والله العظيم سد سد بصوت قدامك لان انا حاسب المترو المترو فاكر في فيلم يوم من عمري عبد الحليم هو اللي جاب الارنب لزبين وما ناخده منك ده اسمه كلام برضك عشان تفتكرني بيه يا رمضان سوفينير سوفو ايه عارف يا رمضان ده اجمل يوم قضيته في حياتي كلها نجله اوه نجله لو ممكن صوره لا يا ابني ما بصورش انا مدرس صوره يعني مدرس معلش يا رمضان عشان خاطري معلش حاضر حاضر وقف وقف يلا أنكيل. نزل ايدك يا حبيبي نزل ايدك يا بابا انت جاي تصور ولا تمسخر هنا احترم نفسك صورة كيوت ها؟ حاضر يا كيوت حاضر نزل ايدك يا اخويا انا هو محرم وانت محلل احترموا نفسكم بقى تاخدوا الكاميرا وتمشوا اقف عدي استعد يلا وانت بتغمزي لي ليه؟ انا ما بتكسبش في الحق يقفوا محترمين يعجونوا في داهي اقف يا اختي يلا يلا امسك بالسلامة لا معلش صورة كمان صورة كمان ما تكتب عليها وتاخدها احسن يا ريت مش قادر عليك الادب من هنا امشي من هنا يلا بنت من هنا امشي ايه المسخرة وقلة الحياة دي؟ المعجبين لازم يكونوا محترمين فطالي ايه خلاص مشي يغوف ده مش عايزينهم قالوا لي الكيوت اه بس زعلان لي من الكيوت انت مالك انت ازعل ولا تحرق فيهم كوتين ده اول ما يفرس كيوت اخ لا اخد منها قطه ان شاء الله موت بعد كده على طول ان شاء الله تموت ولا تتحرق انت واهلك واللي خلفوك سكبت الاهل ده خلي بالك منه معلش يا جماعه يعني معلش بس يا بنت معلش اما الرجاله تتكلم ان سواد تزغط البطن امشي غوري انتوا فاهميني ايه مواطن كده ماشي في الملاهي انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه اه يعني اه لازم اعمل اشاعه على وشي يا ساتر يا رب يا ساتر راحه فين انتي مسحه بيها وتمسحيها في وشي ايه القرف ده انا اسفه يا رمضان انا السبب ولا انت سبب ولا حاجه انا بس اللي مضايقني وما كرمش البدله ما بحبش اكرمش البدله بتاعتي هو انت ما عندكش غير البدله يا رمادي دي ازاي يعني عندي واحده سمني سمني؟ ايوه سمني اللي هو زي الشاب ولبن ده هو اما الرمادي دي غرالة حاجه تنزل الثانيه تشتغل بص يا رمضان انا عايز اجيب لك سوفينير بدله جديده يعني بذمتك هتجيب الذوق ده هتلاقي الذوق ده في حته افهمي لا طبعا انت بتضربيني ليه بالارنب انا بهزر يا رمضان ما بتهزرش لا يا اختي بهزر لا والله لا تكون مفكره الهلم بتاعتك دي حاجه سافر ولا حاجه ها طب هتعمل ايه في العقود الماضيه والعقابين اللي قبضتها صحيح وهتسيب الشهره والمجد والنجوميه وهتروح على فين انا اقول لك ايه هتروح على فين هتلف تلف وفي الاخر مش هتلاقي حد غيري على فكره شكلك انت اللي هتلف تلف وفي الاخر مش هتلاقي حد غيري انت اساسا مالكيش غير ده انا محضر لها مفاجاه دماغ ايه دماغ طب سيبني اوصلك كفايه قوي انا عايزه اتمشى في الهوا شويه انا متشكره قوي يا رمضان انا تعبتك معايا لا انت كده هتزعليني انا ما عملتش حاجه انت لو عايزه انا ابقى مبسوط تاخدي بالك من روحك اشوف وشك بخير مع السلامه شاوي 7:12 العروسه فين ايه يا راجل جايه في الطريق بس هي اتاخرت عند الكوافير شويه تعرفين الكوافير بياخد مصنعيه تشربوا ايه نشرب سجاير تشرب سجاير وتشرب بيره وانت عايز بس اعملوا حسابكم يا اخوانا الحفله الكبيره للصبح محدش يقول لي انا عايز اروح واللي يقول لي معيش بطاقه بكلمها ما بتردش عليا اللي انت بتعمله ده يا استاذ شوقي لا يمكن هيتم اتفضل اوه ماي دارلينج قلقتيني عليكي قوي يا روحي مفاجأة الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة جوزي خسارة لك لا خسارة حظك قليل قوي بقى ده
جوزك؟ ايوه يا اخويا جوزي وراجل البيت. ومن هنا ورايح نجلاوه جديد تنساهي. انا مرات اسمها تفاح الزحلاوي. وما تعتبش البيت دوت في اي وقت من الاوقات. سلامة كده يا نجلاء. خد يا واد انت كده ايه؟ انت هتعاتب مراتي وانا واقف؟ امشي غرفة داهيه. عموما هبني يلا يا اخويا بالسلامه. يلا خد السريع اللي معاك. مع السلامه يا عم الشيخ. بالسلامه. على فكره انا موافق على الجوازه دي. وانا موافق ان انت تغور في داهيه. يلا بالسلامه امشي. ايه الناس دي؟ وانت جاي منين انت كمان؟ شوف يا بنت لو اكون حد مستخبي هنا ولا هنا. يلا يا وليه يا زغراتي وحضر لنا الحمام. الله يسدي نفسك يا بعيدي. الاستاذ رمضان بقاله اسبوع ما بيجيش يا عم. عنه ما جه تكلمني حاجه عدله. ايه ده نجلاء اتجوزت. عشان كده مش عارف اوصلها. بيكون رمضان يا ابني انتهبل. رمضان هيتجوز نجلاء وجدي. واحنا حالنا نفسنا ليه؟ ده انا كان مشاوي. ايه لا بيرن. طب ما تقول بيرن. شوقي يو ازيك رمزي يا نجلاء. ايه نجلة اتجوزت رمضان. ايه في ايديك اوعى تهديك بقى. في ايديك اوعى وعليك صبر وطولة بقى وعينيك حلوة. ايه ده انت عينيك عسلية؟ عسلية مش عارف. امي كانت دايما تقولي انها كحلي او طوبي بس انا ما بركزش في الحاجات دي. كحلي؟ ايه دي؟ دي بيتزا بالسي فود تستاهل بقك يا رولي. ثانية واحدة في الفطورة. فاتورة ايه بس يا رمضان؟ انا حسبت انا عزمك. علي الطلاق بالتلاتة. ان ما جبت الفطورة لطلقك وارميكي في الشارع لكلاب السكك تنهش في لحمك. هات يا بنت. احنا مش خلاص بقينا شخص واحد يا رمضان؟ لا يا اختي شخصين. وطول ما اني عايش انا راجل البيت دي وانا اللي اصرف. اما موت ابقى اصرف انتي. فاهم ولا لا؟ ايه دي؟ نهار اسود منيل. 126 جنيه؟ وانا اللي خلاني تبت في الرجوله كده وحلفت عليها طلاق ونقي لما كانت دفعت وانت هنا ما هي مراتي. لا ارجع يا رمضان والله ما تدفع تعريفي. تدفع ايه؟ احنا نموت احسن. ايصال اماني. استلمت انا المدعو رمضان مبروك ابو العمين حموده مبلغ 126 جنيه. و20 جنيه بتوع ايه يا اختي؟ تبس. لا بقشيش بمزاجك يا اختي. انا بدفع اللي انا هطفح انا ومراتي. ايوه ماليش دعوه بالتبس. وهذا ايصال امانه علي. رمضان خد يا بنتي حقك معاك يا بنت الناس وما تعملهاش تاني. وبعد كده الطبيخ في البيت مفيش اكل يجي من بره. 126 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا اختي انا باكل كده هاكلها بالكرتونه بتاعتي. سكتي سلنتي في دور. مصمصي 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 لحد ما راجل البيت ياكل. بعد كده تشوفوا حاجه تاكلوها انتم. عندنا الحريم بتاكل لما الراجل بيموت.